إلى كل من ضاقت عليه الأرض بما رحبت، إلى من ضاقت عليه نفسه بما حملت، إلى كل من تربى في فكره الوساوس، إلى من زاد في منسوب عيشه الدسائس، إلى كل من ذاق طعم الهم، إلى كل من تجرع كأس الغم، إلى كل من اضطربت مشاعره وحرت أعصابه، إلى كل شاب عاش في صفحات الاكتئاب وضاقت عليه الأحوال من كل باب، إليكم رسالتي: أين أنتم من ذكر الله عز وجل؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟